بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ منين نتكلم بقى على الاستومك؟ بتبقى البدايه دايما هتبقى من عند الابدومينال الاسوفيجاس. دايما الاسوفيجاس الجزء اللي هو بعد الدافرام، بعد ما يعدي عضله الحجاب الحاجز، الجزء ده بنسميه الابدومينال الاسوفيجاس. خلاص، ده الاستومك اهي. هنا بيبقى فيه عندنا حاجه اسمها الكارديا، وقبل الكارديا بيبقى فيه عندنا هنا اوبننج بنسميها الكاردياك اوبننج، ماشي؟ ودي اللي هي اول فتحه بتبقى ما بين الاسوفيجاس والاستومك. بعدين بخش في الاستومك نفسها، بنزل هنا تحت، بيبقى عندنا حاجه اسمها هنا البلوريك سفنكتر، ماشي؟ دي برضو حته ضيقه كده، دي بتفصل الاستومك عن الديودينم، تعتبر نهايه الاستومك. في كمان عندنا تو كيرفز، ليسر كيرفيتشر الكيرف الصغير، والجريتر كيرفيتشر الكيرف الكبير. خلاص كده، في عندنا تو سيرفيسز، سيرفيس اللي قدامنا ماشي، والسيرفيس الموجود ناحيه ورا اللي احنا مش شايفينه. السيرفيس اللي قدامنا ده بيبقى ريليتد للليفر، للكبد، الكبد بيجي ينام عليه او يغطي عليه، هنشوف صور دلوقتي. والسيرفيس اللي ورا ده الحته اللي الاستومك بتنام عليها، فبنسميها الاستومك بيد. نيجي نبص كده على الرسمه ديت اللي احنا خدناها زمان، دول التسع مناطق بتوعنا. هنجد الاستومك بيبقى قدام على الانتيور سيرفيس بيجي الليفر كده، يمتد من الرايت هايبوكوندريا ويقطع كل المسافه ديت ويغطي اليه الاستومك من قدام، يعني حته من الاستومك من قدام. خلاص كده، الاستومك هتجد ان هي بتتواجد في، يعني ممكن نقول ثلاث مناطق: منطقه الابيجاستريك ريجون، ومنطقه الليفت هايبوكوندريا، والمنطقه دي اللي هي بنسميها الامبيليكال. يبقى دول الثلاث مناطق بتوع الايه، الاستومك. لو جينا خلينا الاستومك لونها شفاف كده، طبعا دي الاوبننج، شوف جميله ازاي. الجزء ده بنسميه الايه، الابدومينال اسوفيجس، وده الكارديا ماشي، وبيكمل بيكمل، ودي البيلوراس. هتلاحظ ان هنا في حاجه مثلا اسمها البنكرياس، خلاص كده هتلاقيه ورا الاستومك، او ده جزء من الجزء اللي احنا بنسميه ستومك بيد، اللي هو الاستومك بتنام عليه، ده اللي هو البوستيريور ريليشن اوف ذا ستومك، الحاجات اللي موجوده ورا الاستومك. بالنسبه لاجزاء الاستومك، احنا في عندنا جزء فوق، ده جزء يسمى الفاندس، وبعدين الجزء الميجور والجزء الاساسي ده البادي او الجسم، وبعدين في جزئين مع بعض، بيلوريك انترم وبيلوريك كانال. ممكن البيلوريك انترام والبيلوريك كانال الاثنين نجمعهم مع بعض كده ونسميهم بيلورس، ماشي؟ طيب، وبعدين في النهايه بقى فينا عند حاجه اسمها بيلوريك سفنكتر. طيب، نبدا ان احنا ناخدهم واحده واحده كده. طيب، اول منطقه عندنا اللي هي الفاندس، دي المنطقه تعتبر في ليفل اعلى من الكاردياك اوبننج، او في ليفل اعلى من الكاردياك نوتش. الحته دي اسمها، في ممكن نسميها حاجات كتير، يعني الحته دي نفسها كاردياك، الفتحه نفسها نسميها كاردياك اوبننج، الحته اللي نازله من التاكله دي نوتش نسميها كاردياك نوتش، وكلهم في نفس الحته. خلاص كده، الفاندس دي تعتبر في ليفل اعلى اند تو ذا ليفت، يعني هنا ده هيبقى ناحيه الرايت ناحيه الكبد، وده ناحيه الليفت، فهي تعتبر للليفت وابر بالنسبه للكاردياك اوبننج. الجزء الثاني ده البادي، الجزء الميجور، ده بيمتد من الليفل بتاع الكاردياك اوبننج وبيتنيه ماشي ماشي لغايه حاجه اسمها الانجولار انسيزورا. الانجولار انسيزورا دي بتبقى حته نوتش كده، او حته متاكله موجوده في الليسر كيرفيتشر، ده التعريف بتاعها يعني. فاحنا عندنا من الكاردياك اوبننج لغايه الانجولار انسيزورا، ده اللي هو البادي. الحته اللي تحت دي في كتب بتكتبها مش حلو، احنا بقى نكتبها حلو. البيلورس ده بيبقى بعد البادي على طول، بعد الانجولار انسيزورا. خلاص كده، والبيلورس ده عباره عن منطقتين ديفايدد انتو بيلوريك انترام اند بيلوريك كانال. يبقى كل المنطقه دي من اول الانجولار انسيزورا اللي هي الحته اللي موجوده في الليسر كيرفيتشر لغايه لما بوصل هنا الحته ضيقه تسمى البيلوريك سفنكتر، ماشي؟ ودي اللي بتدخلني على الديودنم، كل ده بنسميه بيلورس. خلي بالك المسميات هنا كتير، يبقى كل الاسم الاعم او الاشمل بيلورس. برجع اقسمه الانترم حته واسعه والكنال حته ضيقه، يبقى الانترم والكنال. ملخص الكلام، تمتد من الانجولار انسيزورا لغايه الايه، السفنكتر، وهي عبارة عن منطقتين البيلوريك انترام والبيلوريك كانال. ده اللي عندي، في كتب بتكتبها بشكل تاني، ده اللي عندهم. طيب، بعد ما بنعدي البيلوريك سفنكتر ببدأ ان انا اخش معاك هنا في ما يعرف باسم الديودينم، او اللي احنا خدناه زمان حاجة اسمها الاثنى عشر، وده يعتبر بداية السمول انتستين. اذا الاستومك تمتد من الاسوفيجيال اوبننج او الجاسترو اسوفيجيال جانكشن، او اللي بنسميها الكاردياك اوبننج، لغاية لما بنزل هنا للبيلوريك اسفنكتر، عبارة عن كارديا والبادي والبيلورس والفندس الحتة اللي فوق.